مادة 102 مرافقة بالمادة 7 السلطة الكلية للشعب. المطالب تبقى ثابتة، نريد مرحلة انتقالية بقيادة برئاسة مجلس انتقالي حر ونزيه يضم شخصيات وطنية عليها اجماع وطني. الشعب يريد حكومة تكنوقراط، حكومة كفاءات. الشعب والجيش خاوة خاوة. الشعب هو السلطة والشعب هو اللي يقرر مصيره، وإحنا ما خصناش هذه إعلانة ورسامة وغيارة، خصنا رحالة. رسالة الجمعة السادسة من الحراك الشعبي لولاية غليزان تقول أن المادة 102 هي بداية الحل وليست كل الحل، يجب على الجيش أن يرافق الحل. الحل يكمن في هيئة رئاسية مستقلة تتكون من كفاءات وطنية يرضى عنها الشارع، ذهب وجوه وانتفاء وجوه البؤس والتئيس. لا يريد لا بوتفليقة لا سعيد، ما خاصناش بزاف علينا، قول لهم 20 عام بزاف. لا إله إلا الله، هذا شعب جزائري قوي بالإيمان والتقوى، ارحلوا، لا نريدكم، لا نريدكم في هذا العرض. هذه البلاد، هذه بلاد الشهداء، بلاد الشهداء.